نقطة أخرى مهمة، إحنا مقبلين على خطرين، خطر بالمعنى الحقيقي، لا بل لسنا نحن، المجتمع، الدين، العقيدة، المذهب، وإحنا بعضنا خالي الرأس على المخدة وما يفكر بمشاكل المجتمع. من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، وهذا مو بس واجبكم أصلا، الكلام هذا عام اللي راح أقوله. مقبلين على فقرتين خطرة جدا جدا تمس بالإسلام نفسه، بالعراق، بالوطن، بالجمعة، بالنهج اللي احنا رافعيه، بالعقيدة، بالمذهب. شنو هن؟ اولا شبيها اسرائيل، التطبيع مع اسرائيل. اذا ما ننشط احنا، خل اقول لك فتشي كلش يعني باللغة الدارجة، غير الصدريين ما يوقفون ضد التطبيع ترى، لأنه يجوز يوصل فد يوم من الأيام الوقوف وقوف مسلح. أقول لك هيجي علناً هسه، يجوز الآن، لا يجوز الآن بالتثقيف، بالمنبر، بالخطب، بالتويتر، بالفيسبوك، ما يخالف، بالمظاهرات، بالاحتجاجات، بالاعتصامات، ما يخالف. بس ترى أكو إلحاح شديد على أن يكون العراق من ضمن المطبعين، وهذا تحذير مني. حتى السفير موجود عليه اللعنة، كلها محضريها، بس يريدوكم أنتوا تختلفون فيما بينكم، تتفرقون. حتى هذا المعارض الوحيد والمقاوم الوحيد والشجاع الوحيد يتفرق. فإذا تفرقتم وتشتتتم واختلفتم، صار التطبيع شنو؟ أمر سهل ويسير عندهم. فالرجاء أكيدا، وتكليفكم الشرعي أمام الله، أكررها، تكليفكم الشرعي أمام الله، أنه تتوحدون، تنتبهون إلى الخطر المستقبلي اللي هو التطبيع مع إسرائيل، ممنوع وحرام إلى يوم الدين، ولا مجال لغير ذلك، بل يجب أن نرخص نفوسنا وأموالنا من أجل ذلك. مو بهالمرحلة يجوز نوصل إلى مرحلة، لا سمح الله. فإذا ما نريد نوصل لهذه المرحلة المسلحة، يجب أنه نثقف أنفسنا، نوحد صفوفنا، جمعتنا، غير جمعتنا، أفرادنا، كل منتمين التيار، كل هيئاته، كل فروعه، كل مكاتبه، كل مؤسساته، سياسيين، مرشحين. وإن كان أنا ما ردت أقول هيك شيء، بس مضطر إلى أن أقول شيء، لأنه الخطر كلش محدق. بعدين إذا قصرنا مو تقولوا المقتدى قصر، الإيد الوحدة ما تصفق، جيبوا لي إيد وحدة ثانية حتى أصفق، حتى أنتج. فأحذركم شديد التحذير من التطبيع، أوقفوا وقفة شجاع موحدة، حتى أولا لا نوصل للقتال، ثانيا حتى نمنع تطبيع مع إسرائيل بأي صورة من الصور، وأنتم ملزمون بذلك. وأي واحد يقصر سأعاقبه، سأعاقبه، مو بعدين تجي القصقوصة يزعل، لأن هذا تكليف شرعي بعد، ما بيكافلان قرار، هذا انتهى.